أهلا بكم من جديد. وفيما يخص موضوع المصطلحات والتعريفات، نبدأ بمصطلح recommendation وهو التوصية على موقع LinkedIn. هذا المصطلح دائما يعني أو يكون حينما المستخدم يحتاج لوصف ملاحظة أو لكتابة ملاحظة لعضو آخر في الموقع، بهدف دائما تعزيز هذه المصداقية والخبرة المهنية لدى هذا المستخدم. هذا بالنسبة للمصطلحات. أما بالنسبة لدقائق مع خبير، فاليوم هناك نصيحة من المختص في التسويق فادي سنجوقية، والذي يجيب عن سؤال لدينا، إنه هل يعني ما زال هناك أو هل انتهى وقت التواصل في هذه الأيام بعد كل هذه التطبيقات وكل ما نعيشه الآن؟ دعونا نسمع الإجابة من هذا المختص فادي سنجوقية. كثير عم ببذل جهد على وسائل التواصل الاجتماعي وبطل يفيدني. زمان وإحنا عم نشتغل على كشركة تسويق أو كشخص استشاري مع شركات على تحديد أدوات التسويق، دائما بيجيني الأونر وبيحكي لي فادي ظبط لي صفحة الفيسبوك أو صفحة الانستغرام أو يوتيوب إلى آخره. بنحكي يا جماعة هدول الصفحات أنتم تستحقونها أو بتخدوها أو يعني بتطلع لكم مقابل اشتراككم بالشبكة اللي هي زي الفيسبوك أو شبكة الانستغرام أو شبكة اللينكدين إلى آخره، بعطوكم صفحة مقابل اشتراككم بهذا الموضوع، لكن أنتم لا تمتلكون هذه الصفحات. من يمتلك هذه الصفحات هو الأونر تبع فيسبوك أو فيسبوك شركة فيسبوك نفسه. لذلك أن تكون استراتيجيتي معتمدة بشكل أساسي على وجود صفحات لوسائل التواصل الاجتماعي خاطئة جدا. وين لازم يكون الأساس؟ منصتين أو مكانين. أنت في المقابل لازم يكون واحد منهم عندك أو اثنينهم مع بعض بيكون جدا ممتاز، اللي هم الويب سايت والموبايل أبليكيشن. طيب لو كان عندي ويب سايت أو موبايل أبليكيشن، هدول أنا بعتمدهم كاستراتيجية لإلي كمركز رئيسي قبل ما أروح أطلق أي شيء له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. لذلك بيكون عندي المركز الرئيسي تبع الويب سايت اللي فيه كل شيء بقدر أكتبه زي ما بدي وكيف ما بدي ومتى ما بدي وشو المحتوى اللي بدي أحطه، ووسائل التواصل الاجتماعي بيكون في إلها الكثير من الأدوات اللي أنا من خلالها بعمل عملية جذب للناس لعندي الويب سايت تبعي. طبعا هذا الحكي مش على العموم ولا على الإطلاق، بالعكس في عندي بعض الشركات أو بعض المؤسسات أو حتى السليبريتيز أو الأشخاص ممكن يكون الارتكاز تبعهم فقط صفحتهم على الانستغرام، لكن 30 خط تحت هذا الموضوع هو احنا بنسميه مش سستينبل، يعني هو مش دائم لك ومش عمليه سهله انك انت لازم تضلك متبع ولازم خوارزميات تشتغل عليها صح ولازم تطور من استراتيجيتك مره ومره ولازم تتبع التطويرات اللي عم بتصير على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك الاستراتيجيه الاسلم دوما والافضل انه يكون في عندك صفحه كويب سايت او موبايل ابلكيشن تشتغل عليهم اكثر وجودهم لدى الناس مهما كان نشاطك لذلك لا تنسوا يا جماعه أنتم لا تمتلكون وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تمتلكوا صفحتكم الموقع الإلكتروني